الدعم الاستشاري خدمة لتطوير إنتاج الحليب بات واقعاً ملموساً بسوق هراس في إطار المهام المكلف بها الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. والمسعى تشجيع المربين على توسيع أرضيات الدعم للأحواض الرائدة في إنتاج الحليب وتعزيز الأنشطة الجوارية والدعم التقني فضلاً عن تنمية المشاتل. بوجود مزارع نموذجية نقوم برفع كمية إنتاج الحليب، وذلك بمتابعة ومرافقة الفلاحين من خلال تسجيل برنامج التغذية، برنامج التكاثر، برنامج إنتاج الحليب، متابعة مرافقة تربية الأراخي إلى آخره. وآخر شيء ليتيود تكنيكو إيكونوميك، يعني مزارع النموذجية هذه لازم تكون رونتابل. بسوق هراس طاقات فلاحية تؤهلها لكي تصبح قطبا بامتياز يجمع بين الحبوب والبقوليات وأنواع المحاصيل الأخرى، وما تحقق من إنتاج بات مشجعا. الأرض بدون حيوان ما تكون ناقصة، بدون أشجار ما تكون ناقصة، وبتكون ركبة. إذن حبينا نبنو يعني مشروع متكامل نوعا ما. 7000 هكتار مخصصة للمسقية، مساحات مسقية، ولكن تبقى غير كافية. احنا نعمل في المستقبل ان شاء الله بان نوسع هذه المساحة، وخاصة مع بعض السدود. السدود تاعنا في طور الانجاز، وعطينا تسهيلات ايضا في بعض المناطق فيما يخص كما نقول انجاز هذو الفوراج. تعدد البرامج التنموية والإجراءات التحفيزية بسوق هراس أفضى إلى تحقيق التوازن والاستقرار والتنوع الغذائي محليا، وما زال السعي متواصلا للنهوض وتطوير القطاع.